استعرض مجلس وزراء حكومة عدن في اجتماعه المنعقد بالعاصمة عدن المستجدات في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية على ضوء التطورات الأخيرة، معلناً عن استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة. المزيد في هذا التقرير. بعد قرابة شهرين على اجتماعه الأخير في العاصمة عدن، اجتمع من جديد مجلس وزراء حكومة عدن في ظل الحراك السياسي المتسارع في البلاد لمناقشة ما تمر به المحافظات المحررة في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية على ضوء التطورات الأخيرة. مجلس وزراء حكومة عدن أقر في اجتماعه استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة وعودة شركة مصافي عدن لممارسة نشاطها وفقا لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة بعدن، موجها الوزراء المعنيين ورئيس المنطقة الحرة بعدن والجهات ذات العلاقة بالعمل على ترجمة القرار وتنفيذه. رئيس الوزراء وجه في الاجتماع بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية، وأن تكون محور كل الأعمال متمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية. إرادة وتصميم الحكومة في المضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة كانت ضمن توجيهات رئيس الوزراء بن مبارك، إلا أن الواقع في المحافظات المحررة ما زال في تقهقر، وما زال المواطنون يذوقون ويلات الفشل المتراكم في معالجة أوضاعهم المعيشية والخدمية. الجانب العسكري وكالعادة لم يغب عن اجتماع مجلس وزراء حكومة عدن، مع الحديث عن استمرار الهجمات الحوثية في عدد من الجبهات والتأكيد على عدم جديتها في الاستجابة لجهود السلام، إلا أن مجلس الوزراء ورغم كل ذلك اكتفى بالإشادة بالجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة. في الأخير أدان مجلس الوزراء الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة وانتهاك سيادة الأراضي اليمنية، محذرا ميليشيا الحوثي من استمرار رهن مصير اليمن وأبناء شعبه والزج بهم في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.